النجم محمد الصاوي، اهلا بيك معانا. مستعد؟ خلص واسال. خريج كليه التجاره جامعه القاهره ودرست تمثيل بعدها، ليه ما درستش تمثيل من الاول؟ لان ما كانش في دماغي تمثيل ده خالص نهائي، ما كانش في دماغي. انا حتى ولا طالب في كليه التجاره، سمعت ان في مسرح فوق بتاع، طلعت اتفرج عليه وقاعد انا في الكراسي وفي ترابيزه كده اهوت على الستيج، ومخرج استاذ شاكر خضير الله يرحمه والطلبه قاعدين حواليه عمالين يقروا وانا عمال ابص لهم كده يعني. فلقيت المخرج بيقول لي ما تيجي اطلع اقعد معانا، قلت له لا ماليش في التمثيل. كان التمثيل بالصدفه؟ بالصدفه البحته. اكتر من 300 عمل فني اغلبهم كوميدي، انت بتميل للادوار الكوميديه ولا ده اللي بيطرد عليك؟ هو انا بميل ليها طبعا، بس معظم الاعمال اللي بتتعرض عليا كوميدي يعني، بس في الفتره الاخيره في تغير حصل. الممثل الكوميدي ما ينفعش يلعب ادوار شر عشان ما بتصدقش، ولا دي وجهه نظر غلط؟ ما فيش حاجه اسمها ممثل كوميدي وممثل تراجيديان، الممثل ممثل يلعب كل حاجه. اكتر دور عملته فجر مواهبك التمثيليه كلها؟ ده في البدايات بقى مع الاستاذ جلال الشرقاوي راقصه قطاع عام، ده كنت طالب في المعهد ساعتها. طب مين شايفه ممثل كوميدي مع ان كل ادواره دلوقتي تراجيدي وبتقول له ركز في الكوميديا؟ هو انا اما بشوف الدكتور يحيى الفخراني يعني، عمل تراجيدي برضه كتير وبتاع مش عارف ايه، بس بعشقه لما بيعمله في الكوميدي، بحس ان في بيبي جميل داخل عليا كده اهوت، وابتسامته وطريقه ادائه نفسها، طبعا بعشقه في الكوميديا. مين اكتر نجم اشتغلت معاه وارتحت معاه جدا في الكواليس؟ الاستاذ احمد بدير. اكتر عمل مبسوط بيه في مسيرتك الفنيه على الاطلاق؟ يعني في البدايه مثلا برضه راقصه قطاع عام، وفي البدايه الايام الوسيه مع الاستاذ اسماعيل ابو حافظ الله يرحمه. اشتغلت مع نجوم كتير اقربهم ليك احمد بدير، عايز اعرف ايه اللي بيميزه على المستوى الشخصي والمستوى الفني؟ هو على المستوى الفني في انا بحس ان في كيمياء بينه وبين بعضينا، بنفهم بعض يعني، بحس ان هو الحته دي هو عايز يرتجل فيها، وهو نفس الوقت بيحس برضو ان الحته دي عايز ارتجل فيها. على المستوى الشخصي ده انسان وخير جدا جدا، ومن الناس اللي هي وقفت معايا في طريق شغلي، ومش عايز اقول لك مفاجاه كمان، اول مره اعمل عمره في حياتي انا مش عارف ان انا طالع اعمل عمره بسبب الاستاذ احمد بدير، لان انا كنت بعمل معاه مسلسل ولسه خالصين منه، فلقيت المساعد بتاعه جاي بيقول لي الاستاذ احمد بيقول لك عايز جواز السفر بتاعك، قلت له ليه في حاجه؟ قال لي ما اعرفش، هو قال لي كده. عدى عليا تاني يوم خد جواز السفر، بعد يومين الاستاذ احمد بدير بيتصل بيا بيقول لي تعالى المطار الساعه 10، وانا لا معايا باسبور ولا معايا تذكره طيران، طب اجيب لبس ايه وبتاع، فرحان ان انا رايح اعمل مسلسل يعني. قال لي اقول حاجه غيرين معاك وتعالى وكده اهوت يعني، لدرجه المدام عندي بتقول انت رايح فين؟ قلت لها مسافر فين؟ قلت لها مش عارف، قلت مش عارف. المهم رحت المطار 10 الصبح ان انا بتاع، سلمت عليه لقيته بيديني شنطه، فبفتح الشنطه دي لقيتها ملابس الاحرام، فكانت اجمل مفاجاه في التاريخ. هل سعيت لادوار البطوله السينمائيه ولا ما كانش في دماغك؟ لا ولا في دماغي خالص خالص، ولا انا سعيد من اللي انا بعمله، رد فعل الناس ليا في الشارع انا بعتبر هي دي البطوله. مساحه الدور عندك اهم ولا قوه الدور؟ قوه الدور طبعا، قوه الدور. صحيح انت اللي عملت شخصية العمدة الآلي في مسلسل جدو عبده؟ كنت انت العمدة الآلي؟ 30 حلقة لابس الجهاز ده لحد ما ظهر الشخصية اسمها عوكل. استاذ عبد المنعم مدبول قال لا اوعى حد جيب في اي حد ممثل يعمل الصاوي هو اللي هيعمل الدور، الراجل حرام عليكم 30 حلقة جوه صندوق والناس مش شايفاه. لا كان جميل يعني. كنت هتعمل فرقة أنت والراحل علاء ولي الدين؟ أيوه. ما حصلش ليه إن في فرقة حصلت؟ والله إحنا كنا ساعتها بنعمل مسرحية في الفنانين المتحدين، وبعد المسرحية بقى يعني علاء ولي الدين ابتدى ينشغل، ابتدى يعمل أدوار بطولة، ابتدى مش عارف إيه، أنا يعني رحنا لمنطقة تانية خالص غير الفكر الأولاني اللي هو كان عايز يعمله الأستاذ سمير خفاجي. من وجهة نظرك السوشيال ميديا عملت نجوم ما لهمش لازمة ومش موهوبين؟ احيانا ممكن مواهب تطلع من على الابلكيشن التيك توك؟ مفتعل يعني مش عارف يعني، بشوف وفي حاجات دمها خفيف جدا ببقى سعيد بيها جدا وانا بتفرج وبضحك بجد يعني، بس التمثيل
مع الآخرين ورد الفعل وال بيبقى أقوى، الإفيه بيوصل صح. هي مش عملية إن أنا بعمل إفيه أضحك الناس، لا، عملية إن أنا بعمل دراما توصل للناس. تطلب إيه من نقيب الفنانين الأستاذ أشرف زكي؟ أستاذ أشرف زكي يعني بصراحة ربنا يخليه لنا، بني آدم جميل جدا، وعلى المستوى الإنساني مش سايب حد، وعلى المستوى الفني انا اتعاملت معاه لانه اخرج لي 3 مسرحيات قبل كده يعني، فانا شايف ان هو وضعه جميل جدا. حتى التامين الصحي اللي موجود في النقابه هو اقوى تامين صحي من خلال النقابات اللي موجوده دي كلها، يعني بيقف فعلا مع كل الزملاء يعني. نصيحه منك لكل شاب بادئ في التمثيل جديد: حب شغلك، شغلك يحبك. لو هتدي لنفسك لقب، ايه هو هيكون اللقب ده؟ انا اللي ادي نفسي؟ لا، الناس هي اللي هتدي، ما ينفعش انا ادي نفسي. احنا نديك لقب المحبوب جدا محمد الصاوي. شكرا ليك، شرفتنا ونورتنا حبيبي. شكرا جزيلا.